اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك. قبل تابونا اي لايك. بغيتي تبدا شي مشروع هنا في المغرب ولا سورتو خارج الوطن، هاد لا فيديو درتها سبيسيالمون ليك. ملي كنمشي للخارج على ود الخدمه كندير جوج ديال الحوايج، يا اما كنلقى شي ناس اللي عندهم شي مهنه سي دي زيكسبير وكنشوفهم كيفاش داروا تنجحوا تماك، اولا كناخذ دي بيزنس مان اللي هما حتى هما ولا بيزنس وومن اللي مشاو للخارج ونجحوا. هاد المرة ملي كنت في دبي تلاقيت مع واحد السيدة ما شاء الله عليها سميتها أسماء بناني، اللي نجحت مزيان في دبي وتبارك الله عليها فاش في لي بيجو في البترول وعندها إنورميمون دو بيزنس تماك. ملي جلست معاها حيت أنا كنموت على لا موديليزاسيون، شنو هي لا موديليزاسيون؟ كنمشي كنقلب على استراتيجيات الأسرار لي روتين لي زابيتيود ديال الناس اللي نجحوا وكنخرج منهم شي خلاصة اللي كنشاركها معاكم في لا فيديو بحال هذه اليوم. كلا اسماء الله يخليك، راه ملي كنجي لدبي كنتلاقى بزاف مع ديال لي فان، وبعض المرات كنتلاقى مع دي فان فام اللي كيقولنا اودي راه حنا ملي كنمشيو لدبي في هذه البلدان هكا ديال المينا راه عندنا اون ريبيوتاسيون ما زويناش، وبعض المرات راه ما كيحقرونا، وبعض المرات ما كيعطيوناش الفرصه ديالنا. ماشي كلشي كيقول لي هذه الهضره، ما كاينين شي دي فام تلاقيت اللي قالوا لي الهضره. الله يخليك، واش تقدري تقول لي واش هاد الهضره كاينه؟ انت اللي دابا عايشه في دبي، واش كتوقع غير لكل شيء اولا غير كتوقع غير لبعض العيالات؟ وهي تجاوبني واحد الجواب اللي عجبني بزاف وقررت ندير عليه فيديو. قالت لي شوف لالا، انا غنقولها لك، وهاد الهضره اللي غنقول لك صالحه في دبي، صالحه في امريكان، صالحه في الجابون، وصالحه حتى في المغرب. الناس كيحقروا اللي كيحقر راسو، والناس كيحترموا اللي كيحترم راسو، وانا والله ولك الحمد محترمه راسي ومزيان، وما عمر حتى شي واحد ما حقرني هنا في دبي. وانا ندير واو، اي سي فري، هادو سي شي حوايج اللي هما بساط ولكن القوه ديالهم خطيره جدا. وبغيت نقول لك انت، بغيت نقول لك انت الا عندك شي مشروع وبغيتي تلانسيه ان شاء الله هنا في المغرب او لا خارج الوطن، هذا واحد لو سكري اللي هو مهم. في ما حطيتي راسك غتلقاه، الا مشيتي بالخلعه غيحقروني، وحنا عندنا ريبيوتاسيون ما زوينهش، والمغاربه ما كيعطيوهمش الفرصه، وما عنديش الكود بيستون، وما عنديش وما عنديش، داك الشيء اللي غتلقاه. الا مشيتي براسك عالي، دير النيه كما دارها معنا نواليد الركراكي، وتقول غنزيد القدام وعندي علاش ندوز وعندي القدوه وعندي الكتاف، كنواعدك غادي تنجح. صنتوا ليا مزيان، طبقوا حاجه احسن، خليو ليا اون كومونتير الله يخليكم شكون اللي عنده تا هو هذا اليقين بما كيحترم راسو، وفين ما مشى ما عمر شي واحد قلل الاحترام ديالو، وما عمر شي واحد ما حقرو. عطيوني دي تيمونياج باش نحمسوا الناس، نحمسوا لا كوميونيتي، حيت ان تيمونياج مزيان، مي ملي كيكونوا بزاف كيوقع واحد ان بريك ثرو، واحد ان شانجمون دو باراديغم، واحد الدماغ ديالنا كيتغسل كما كنقولوا حنا بجافيل، باش كتخليك تزيد القدام. كانت معاك نهيد رشاد اللي كتعاونك باش تزيد القدام، هذا هو. الله يحفظكم.